بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. طبعا مباراة النهاردة اللي هنتكلم عنها مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر، اللي كان المفروض نتكلم فنيا وإيه اللي حصل في الشوط الأول وإيه اللي حصل في الشوط الثاني، والأهلي إيه الطريقة اللي لعب بيها، والترسانة يعني اللي أنا شخصيا صراحة أنا حضرت الترسانة وهي ترسانة، وهي كانت بتحرج الأندية الكبيرة، وهي بتنافس على مراكز متقدمة، وكان عندها لعيبة عالية جدا. يكفي إن أبو تريكة جاي من الترسانة، فالترسانة اللي هينزل درجة تانية، مش يعني من الدرجة الأولى للدرجة التانية. ف كنا هنتكلم بقى في شكل الأهلي كان إيه وإيه اللي حصل والتغييرات، لكن مستر ريني فايلر بيقبل انه يسيبنا حتى بذكرى كويسه. الراجل عمل مصيبه في المؤتمر الصحفي، وده بيثبت ان كل كلامي عنه، يعني مش عايز اتكلم بنرجسيه ان انا كنت صح وكده، لكن والله 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 كل كلامي عنه كان صح. الراجل قاعد في المؤتمر الصحفي، الناس بتساله بمنتهى الادب، الراجل مع اول سؤال راح واقف وراح ماشي بضحكه بارده كده، وفتح الباب وراح ماشي وساب الناس من المؤتمر الصحفي بطريقه غير محترفه جدا. حتى الاستوديوهات التحليليه، كابتن طه اسماعيل والكابتن ايمن يونس والناس اللي اتكلمت قالت ان ده راجل غير محترف، ده عيل صغير. فعلا اللفظ ده اتقال والله العظيم، قاله كابتن ايمن يونس، قال ان عيل صغير. فمش عارف، ما سابلناش اي حاجه نتكلم فيها. حتى الشيخ طه قال ارحل غير مأسوف عليك. والله انا كنت محضر عنوان الفيديو ده، فايلر غير مأسوف عليه، كانت هتبقى جزء يعني من العنوان. لكن الراجل باللي عمله اثبت ان كل تعاملاته اللي كانت فيها لوغاريتمات مع النادي الاهلي تعاملات غير محترفه تماما، تعاملات ما فيهاش اي احترافية من راجل المفروض ان هو مدير فني محترف. وده بيعلمنا ان لا نختار لا بشكل ولا عشان مدرب اجنبي وشعر اصفر وعينيه خضراء وخلاص، لا نختار كمان مدرب شخصية. انا مش عارف مين اللي اختاره، لو هعتب على ادارة الاهلي في اختيارها، وانا اسف ان انا بقول كده. والله اختيار انا مش عارف مين اللي اختاره يا جماعه. انا لما بختار راجل مدير فني بختار مدير فني سي في، يعني راجل عنده سي في كويس مقنع. مش هنقول ان هو واخد كاس العالم ولا كاس العالم للانديه ولا واخد البطولات القاريه، هنتكلم عن سي في راجل بيكسب بطولات حتى لو بطولات محليه مع نادي، ده اللي بيتوافر. وبنختار شخصيه المدير الفني ده ايه. السي في بعيدا عن السي في، انا بتابع الراجل ده اذا كان في تعاملاته مع النادي اللي كان مدير فني فيه، تعاملات احترافيه، بيحترم تعاقداته، اختياراته، تعاملاته الفنيه في المباريات. فلو اتكلمنا هنقول كلام كتير قوي قوي قوي، وقلناه في فيديوهات قبل كده ان الراجل ده مش محترف، وان الراجل ده عشان ما اطولش وقت الفيديو عليكم، الراجل ما عندوش اي شكل من اشكال الاحتراف. فالنادي الاهلي طبعا مش ما فيش خلاص، الماتش فهمنا ان هو ان الراجل نازل مش في دماغه، نازل ملخبط في التشكيل، نازل بيعك، نازل حاطط لعيبه مش في مكانها، حاطط مجدي قفشه ديفندر وحاطط حمدي فتحي مدافع، وبيلعب ناس مش في مكانها. ولولا مهاره وخبره لعيبه النادي الاهلي ما كانش النادي الاهلي النهارده كسب الماتش. انا بقولها بمنتهى الصراحه، لولا موهبه وخبره لعيبه النادي الاهلي ما كانش الاهلي عدى. كان الترسانه ممكن لو ما جبناش الجونين اللي بخبره وبموهبه لعيبه النادي الاهلي بمشاركات بادجي وحسين الشحات طبعا اللي كان متالق النهارده، والماتش النهارده طمنا جدا على رجوع حسين الشحات لمستواه، وشويه جونيور اجاي يعني ها ابتدى، وطبعا تالق بادجي اللي من مباراه لمباراه بيثبت ان هو فعلا
مهاجم عصري، مهاجم بينزل بيدوحر على كل كوره، بيشارك في كل كوره، مهاراته حتى في الاستلام والتسلم صح، الراجل عنده رؤيه وبيوزع حتى الجونين مشترك فيهم بادجي. الجون الاول بادجي الكره من عند حسين الشحات ادها لبادجي، بادجي لعبها بالعرض الاجايل اللي جاي واحده حطها واحده في الجون. الجون الثاني برضو بادجي في نص الملعب استلمها خدها من وسط اتنين لعيبه، عمل 1 2 مع حسين الشحات، حسين الشحات لعبها ارضيه في كره مشتركه بين بادجي وبين اللي كان مكمل مع الكوره وبين جونيور اجايا حطها في الجون. ابتدى الترسانه بعدها يضغط عشان يحاول يعوض، ف طبعا عشان اللخبطه الفنيه وعدم تمركز لعيبه صح ولعيبه مش في مكانها، الكرات الثابته كانت بتسبب مصيبه للنادي الاهلي. جون جه من كره ثابته رفعها عضل ناشئ النادي الاهلي السابق لمهاجم الترسانه اللي حطها من وسط اتنين لعيبه، طبعا حمدي فتحي ما يسالش هو اللي يسال في الجون صراحه، ياسر ابراهيم عدم تمركز واللعيب في ظهره، فكان المفروض ان حمدي فتحي يكون واخده في حضنه، فطبعا عشان مش مدافع وما عندوش خبره مركز للسوبر فمعرفش يعمل حاجه. في الشوط الثاني طبعا نزل عك السنين، نزل محمد هاني وبيخرج محمود وحيد الباك الشمال وبيحط احمد فتحي مكانه، يعني هات عيل صغير كده وقول له ايه التغييره دي معناها ايه او شكلها ايه او يعني انت عايز تعمل ايه، مش فاهم، مش مفهومه لا هي ليها مغزى فني ولا معنى فني. انك طب محمود وحيد كان وحش، طب اتصاب، مش فاهمين. الراجل اللي طلع محمود وحيد الباك الشمال وحط احمد فتحي باك شمال وابدا محمد هاني باك يمين وحمدي فتحي زي ما هو، طب ما كنت تطلع حمدي فتحي وتخلي احمد فتحي يلعب مساك ومحمد هاني يحطه مكانه وبقيت اللعيبه واقفه صح. وبعدين انت شايف مروان مش موجود في الشوط الاول، كل الكره اللي بتجيله حتى بيلخبط الراجل في هجمات بيعملها بادجي، كل الكره بتجيله بيستلمها غلط وبيسلمها غلط، فمش عارف. الشوط الثاني طبعا بسبب التشكيلات الغلط كهربا مش في مكانه فشكله كان وحش. الشوط الثاني ما فيهوش اي حاجه لان كل الناس واقفه غلط، كل حتى يعني اختيارك لناشئ ينزل يشارك اختيار خاطئ وفي توقيت خاطئ. طب كنت تنزله مكان محمود وحيد يلعب باك، يعني انت ملخبط الناس بوقفتها. وفعلا يا جماعه ارحل غير مأسوف عليك، راجل ما عندوش اي شكل. وبنتمنى كل التوفيق من وجهه نظري لموسيماني، انه فعلا انسب واحد في الفتره دي لخبرته الافريقيه بقى وشكله الفني في الملعب اللي هنعمل له فيديو لوحده طبعا وهنكلمكم عن شكل موسيماني الفني في الملعب ايه. فبنتمنى التوفيق لموسيماني ومبروك لإدارة النادي الأهلي اختيارها، وبنتمنى له التوفيق في المباراة اللي جاية ان هو يقف على مستوى كل اللاعبين ويدخلنا على ماتش الوداد وهو مطمننا. فالراجل جه وهيستلم من بكرة وهيبدأ من بكرة ان هو ينزل التدريبات، يعني كل التوفيق. مبروك للنادي الأهلي المكسب اللي صراحة شكله وحش، وهارد لك للترسانة اللي خسر بمنتهى الشرف. يعني بشكركم جميعا، بتمنى من الجميع ان هو يدعمني، زي نهاية كل فيديو هطلب من الجميع ان هو يدعمني بلايك عشان غيره يشوفني. اللي بيشوفني لأول مرة يا جماعة اعمل لي سبسكرايب، وهنستمر في متابعتنا وهنستمر معاكم وان شاء الله بالتوفيق للجميع.